وعن إدراك لبقايا علوم المعقول عند المسلمين التي مكنته من أن يدرك الآلات دي مبنية على أي أساس معرفي. فده شيء نابع من الفهم، والفهم والعلم بيعطي صاحبه سلطان وقوة واعتداد. بيقول إيه بقى؟ بيقول: وقد حدث أن دخلت معامل الفرنسيين ورأيت ما استحدثوه من الحيل الحربية والآلات النارية، مما لا يزيد على أن يكون إخراجا لبعض مبادئ علوم المعقول من حيز القوة إلى حيز الفعل. ده أنا فاهم النو هاو والأساس المعرفي اللي التجربة والآلة دي انبنت عليه، أنا فاهم المكنة بتشتغل إزاي. يبقى الأساس المعرفي اللي موجود عندي كمسلم في ذلك الحين والفرق الحضاري بين الفرنسيين كان خطوة إخراج هذا المبدأ العقلي اللي أنا فاهم أسسه إلى إنه يتم تنفيذه. النهارده بقى النو هاو نفسه مفقود، معرفش الخريطة المعرفية اللي بيبني على أساسها الآلة اللي بيصنعها. بيقول إيه بقى في باقي كلامه؟ مما لا يزيد على أن يكون إخراجًا لبعض مبادئ علوم المعقول من حيز القوة إلى حيز الفعل، ومن سمت به همته إلى الاطلاع على غرائب المؤلفات وعجائب المصنفات رأى ما أقول. ثم يختم بقول الشاعر: وكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. طيب يا دكتور، في المؤلف اللي حضرتك اشتغلت عليه وعكفت عليه عن الشيخ حسن العطار، حضرتك بتقول انك شفت موارده العلميه والكتب اللي اطلع عليها، الجمله اللي بيختم بيها بيقول من اطلع على الغرائب و هل حضرتك لقيت مصداق لاطلاعه على الغرائب او لتعدد الروافد العلميه اللي غزت معارف حسن العطار الى حد انه لا يندهش ولا ينصدم صدمه الجبرتي وهو شايف الات الفرنسيين؟ اذهب إلى مكتبة الأزهر وإلى دار الكتب المصرية، ستجد عشرات ومئات الكتب المخطوطة في مختلف ميادين المعرفة التي عليها تعليقات بخط، في الجغرافيا، في الطب، في الفلك، في التفسير، في الحديث، وألف مؤلفا في الهندسة، وله مؤلف في الطب، كان أعجوبة في علومه ومعرفة، وله تعليقات باقية على حواشي الكتب المخطوطة إلى اليوم في مختلف ميادين العلوم والمعارف، وكان من أكبر الداعين إلى هذا المشهد، عدم الاقتصار على جانب معرفي واحد والانفتاح على العلوم والمعارف حتى تكتمل الرؤية المعرفية، كان من نتيجة. أضف إلى ذلك أن العطار خرج مسافرا بعد خروج الفرنسيين وحصول حال من الفوضى في الديار المصرية، سافر فاستمر في سياحته مدة 10 سنوات، بدأ يدخل إلى بلاد الأردن وفلسطين ثم صعودا إلى بقية بلاد الشام في سوريا، وأقام عدة سنوات ودرس هناك، ثم دخل إلى بلاد الأتراك والأناضول، ثم دخل إلى ألبانيا وأقام هناك وتزوج، وكان في كل بلد ينزل فيه ينزل على المدارس العلمية ويطالع خزائن المؤلفات في تلك البلاد ويقتني من نوادرها ويحتك بعلمائها ويرى ما يجول في العالم حوله، ثم رجع بحصيلة هذه السنوات العشر من السياحة إلى مصر، فمكنه هذا من أن يكون مدرك للواقع إدراك نادر أن يوجد عند أمثاله.